التحقهما بوفاق سطيف بعد توقيعهما لموسمين مع النسر الأسود. زيدان الذي لا يعتبر غريبا على الوفاق بعد تألقه بشكل لافت مع الفريق في وقت سابق ليخوض العديد من التجارب قبل العودة إلى فريقه من جديد. إدارة الرئيس حمار تنتظر الكثير من هذا الثنائي، خاصة بعد مغادرة العديد من ركائز الفريق خلال الصيف الحالي، آخرهم أمير قراوي الذي التحق بمولودية الجزائر. ومن جانب آخر، لازالت الإدارة تبحث عن عناصر أخرى لتدعيم فريقها وتشييد فريق قوي قادر على إعادة البسمة إلى الجماهير الصيفية الموسم المقبل والمنافسة بقوة في دوري أبطال إفريقيا.